السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا بعد عمري. طبعا رجعنا لكم بالجزء الثاني من ميمز المتابعين. مثل ما طلبتناكم قلت لكم سووا على مقاطع ميمز وما قصرتوا، دزيتوا لي انا بس ان شاء الله ما به لا افشار ولا زاد 18. وخلينا نشوف انا وياكم. ان شاء الله ما به شيء لا افشار ولا شيء. بلش انا بس شغله واحده محيرتني وما طاب براسي وما طاب عقلي ابد، ليش الكهرباء يطفونها بوقت المباشر؟ يعني اني نذل، يعني حطينا الغداء طفوا الكهرباء، حطينا الريوق طفوا الكهرباء، حزين ودو حزين الكهرباء. لا المشكله مو هنا، المشكله يطفونها الصبح بوقت النوم العزيزه ويطونها الظهر. انا ايش من الحياه، يطفونها بالليل ويطونها العصر. يعني ما يصير هيك بالحسين، ما يصير. تعال تعال وزير الكهرباء تعال. لا يا الكعبه عليك عمي، ليش هيك ليش هيك عمي ليش هيك؟ طب الكاميرا ما يجوز حرام، ما يجوز حرام. انا شعوض وانت غير انا بعد. شبيك حبيبي، شو تحس انت باغنيتك ورقصك هذا؟ شو تحس بيه؟ شنو سالتك حبيبي انت؟ بس قل لي شنو سالتك؟ براحتك. هلا والله عباد، شلونكم؟ بس انتم بخير؟ زين هاي كتاواتك وين دقت؟ كتاواتك وين دقت من اول؟ 45 الحلقه 5، لا لا مو 43، 45 اريد. هاي النهار اوقف رحمه الوازي يا خالد، محطة حبي بالحيل. انتم تدرون شنو هذا؟ هذا مو زربه، هذا حبيبي ولد ولد. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير بعد عمري. طبعا رجعكم حلقه كل خير يا دوخي، ان شاء الله يا رب. شكل خير لا يا معود، لا شنو هاي؟ يا السلام عليكم. ايش بك معود؟ صدق الكرسي شالي. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا رجعنا لكم حلقه عاده من برنامج جربه. شغلهم لا تعرف صدق انت. خلوني لا يا الكعبه، خلوني استمتع بالبدايه. ما راح انت تتكلم قد مات. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي ابو حميد. خلوني استمتع بالبدايه، ما راح اعتبره تحدي. انا ايش من الحياه مطب وزلخ. خليني استمتع. ما هذا بحق الجحيم. ايش بيك وجدبس؟ ايش بيك وجدبس يا معاذ؟ ايش بيك؟ خير ما تاكل خري؟ ارجع يا ويقعدون بالغرفه، من يطلعون بالباب يحجون السوالف مالت اول عام، مال خمس سنين يحجون السوالف. حبيبي والله. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي النغال. اخويا مو حلوه. لا حد يحكي ويا رجال. تريد تخبطني؟ عمه؟ راح اروح تدين بغلاوه؟ بغلاوه؟ وين اكو دهينه مره؟ ولك تجوين لي بس هذا الدوار. تحششون يم الامام العباس؟ تعيدها بعد. يم المكان المقدس تحششون؟ هاي كيلو 5000 حبيبي. يا ابو شنو السالفه خاطر الكعبه؟ اخويا انا ابو حظي. وينكم حلقوا المر؟ لا والله. شوفوا لكم مكان غير هذا المكان، هذا مكان مقدس. طفي الكاميرا. طفي الكاميرا. خيروك تصير دقيقة واحدة ما شايف. كمل. لك يا حبيبي تحدى صار دقيقة، أنت شنو بيهم؟ هو التحافي مقرفع، فد واحد ما عنده شغل وعمل، قاعد بس على الإنترنت. لا لا هلو. إنترنت. اليوم الحلقة مالتنا عن زعاطيط اليوتيوب. مرحبا بالهلو مالتك. زعاطيط اليوتيوب اللي ما يعرفهم. لو يجي إسرائيل بكبره ما أفهم. مخلوقات غير حياة. زعاطيط اليوتيوب مخلوقات غير حياة، يعني شنو معناتها؟ شنو يعني قصدك؟ ما نفتهم، فهمنا بعد أكثر يا حبيبي. لوقي إيش دخلك؟ إيش دخلك أنت صدق لوقي؟ يعني عليهم معلومات كارثة. إحنا قناة كمل. شو استفاديت؟ شو استفاديت؟ قناة جديدة وحبيبي أنت شلك شو؟ ضرب علي يوتيوبر يا الله. لا صعبة صعبة مالك. يا ابوي صعبة يا مال، ليش تغلطون علي؟ ليش؟ انا قلت لكم بس مو تغلطون علي يا معودين.
واحدة محيرتني وما طاب براسي وما طاب بعقلي أبد. الله عليك. ليش الكهرباء يطفونها بوقت المباشر؟ أقف روح أمك. ولا المشكلة مو هنا، المشكلة يطفونها الصبح بوقت النوم العزيزة. خرب حظي. نوم العافية. يطونها الظهر، يطفونها بالليل ويطونها العصر. تعال تعال بوزير الكهرباء. هلو هلو. طبعا اليوم جانا لكم بحلقة ثانية من شقلمبة، إن شاء الله يا ربي تعجبكم. وين رايح؟ وين رايح يا ابو عواد؟ هاي النغار اوقف رحم الوالدين. ليش من نسعى خاصة بالصدر؟ لازم انا الم الكروة وانا رجع الباقي، واذا ماك خرد انا خرد وانطي. هاي بك الخير. وهذا السائق اول من الكروة. لكم حلقة 6 من برنامج شغلنبا. شباب فصل الناس شباب. اكو ايتام اكو ما عندهم ابو يتابعونكم. عيب استحوا. شنو بتتخذ بابويا؟ ما استحت على هاي السوالف الخايسه. يضحك السافر يا دم مضغوطي. لا تنضغط حبيبي، لا تخوي. مو صوتك صوت هذا المطل يمك. الله خليك بويا بويا. اصلحكم بالنار. شنو ربت بيه زراب بالعباس؟ ومنين ينضغطون حبيبي؟ منين ينضغطون؟ ينضغطون من هذا شكلكم الزرباب. خاف تحكي لك حكاية، خاف تنكتل. تعرفاني منو؟ والله ليش الوقت خلاني القمر انا. شنو انت والحمرة مالتك؟ والله صادق النجم انا. نجم انا. القمر انا. النجم انا. يا بنتي القمر والنجم. شو القمر والنجم؟ خلين صوتي. اللي يتعلم قلب عدواني. شباب لين انتهى الميمز. اذا عجبكم ضغطونا لايك واشتركوا بالقناه ونورونا بتعليقاتكم. مع الف سلامه. الحمد لله والشكر ما طلع افشار وزاد 18.